أهلا مرحبا بكم للسكول كالعادة في فيديو جديد. دونك كيما كل فيديو باش نختاروا بروبلم بعضنا وباش نحلوه مع بعضنا باش نقراوه وباش نفهموه بعضنا. دونك البروبلم تاع اليوم مازلنا في الريتينغ 800. ما باش نختاروا بروبلم فروم ذا سيكند بيج، قريت وعجبني البروبلم. دونك اي وود لايك تو شير ات فيديو بي. دونك البروبلم هذا اسمه ايبك جيمز، كالعادة عندكم تو فرصة باش تقراوه. سينو ذن وي سولف ات اند وي كود ات توجذر. باهي كالعادة في كل فيديو معناها نقراو البروبلم معانا ومن بعد نكوديو معانا. دونك ديجا عندكم بعد فرصة إذا كان تحبوا تكوديو سولوشن، سينو نبداو نقراو البروبلم معانا. باهي اسم البروبلم ايبك جيم. باهي البروبلم هذيا فيها عنا سايمون اند انتي سايمون بلاي ا جيم. عنا سايمون الادفيرسير نتاعو يلعبوا في جو. باهي انيشالي ايتش بلاير ريسيفز وان فيكسد بوزيتيف انتيجر. دونك نكبر جوست شوية باش نجم نقرا باهي وباش تبدا واضحة ليكم. دونك initially each player receives one fixed positive integer that doesn't change throughout the game. دونك كل واحد فيهم باش ياخو ان انتي نمبر انتي بوزيتيف، عدد صحيح طبيعي موجب ما يتبدلش على طول الجو الكل. باهي Simon receives number A and anti Simon receives number B. دونك Simon ياخو النمبر و ياخو العدد A والادفيرسير نتاعو باش ياخو العدد B. But they also have a heap of n stones. دونك عندهم زاد جبل متكون من n حجرات. باهي the players take turns to make a move and Simon starts. دونك كل واحد فيهم باش ياخو معناها الدور ويبداو يلعبوا الجو، واللي باش يبدا الاول هو Simon. باهي during a move a player should take from the heap the number of stones equals to the greatest common divisor of the fixed number he has received and the number of stones left in the heap. دونك كل واحد فيهم كل دور باش يصير. دونك اللاعب لازم يهز من الجبل هذاك اكبر قاسم مشترك بين العدد نتاعو هو اللي ما يتبدلش على الجيم الكل والعدد نتاع الحجرات اللي مازالوا موجودين في وسط الجبل. باهي دونك فوالا لهنا. A player loses when he cannot take the required number of stones. An example, the heap has strictly less stones left than one needs to take. Donc, يخسر الجوار وقت اللي ما عادش ينجم سعيد الاخر يهز ما عادش ينجم يهز حتى حجرة من الجبل هذاك. But your task is to determine by the given A and B and N who wins the game. باهي الانبوت متاعنا the input only string contains space separated integer a and b and n between 1 and 100 the fixed numbers Simon and anti Simon has received correspondingly and the initial number of stones in the deal. باهي دونك لنا عندنا شين فيها A و B و N. دونك نجمو نخدم حتى ديزونتي با فورسيمون شين اللي هما النمبر نتاع سايمون والادفيرسير نتاعو اللي يخدم والجبل هذاك قداش فيه من الاول من حجر. باهي اف في الاوتبوت نتاعنا اف سايمون وينز نخرجو زيرو، اذروايز تخرجو واحد. دونك سامبل على الاخر، اذا كان سايمون ربح باش نخرجو صفر، اذا كان سايمون خسر باش نخرجو واحد. دونك ربح الادفيرسير نتاعو. دونك هذوما الانبوتس نتاعنا. باش نقراو النوت هذه it might explain lot of details. باهي the greatest common divisor of non-negative integers a and b is such maximum positive integer k that a is divisible by k without a remainder. Similarly b is divisible by k without a remainder. باهي دونك هنا يفلسف الاكبر قاسم مشترك شنو هو نتاع زوز اعداد موجبة. باهي نتاع a و b زوز عدد موجبة A و B الأكبر قاسم مشترك نتاعهم هو عدد K، وبحيث A K يقسم A من غير باقي و B و B يقسم K زادا K يقسم B زادا من غير باقي. دونك هذاك هو الأكبر قاسم مشترك بينهم زوز. دونك لنا باش يسمي فونكسيون اسمها GCD let GCD of A and B represent the operation of calculation the greatest common divisors
of numbers a and b, specifically GCD of x and 0 equals to GCD of 0 and x equals to 0. دونك لنا عطانا ديجا هنت عليها. قال لك باش يسمي فونكسيون اسمها GCD نتاع ABCD اللي هي باش تحسب AB اللي هي باش تحسب the greatest common divisor اكبر قاسم مشترك. وزاد عطاتنا حاجه اخرى اللي هي يمكن نستحقها من بعد GCD نتاع عدد والصفر باش يعطينا العدد هذاك ب. دونك شي فسر لهنا الانبوت الاولى. دونك ان ذا فيرست سامبل the game will go like that. باه سايمون كالعاده قلنا شي يبدا الاول. دونك سايمون شو تيك GCD of 3 and 9. دونك هذا العدد نتاع سايمون, هذا العدد نتاع الادفيرسير نتاعو, وهذا جبل قداش فيه. دونك سايمون باش يبدا معناها الجو. دونك باش يهزم الهيب اكبر قاسم مشترك نتاع 9 و 3 اللي هو يعني GCD نتاع 3 and 9 واللي هي ايكول 3. علاش؟ خاطر اكبر قاسم مشترك نتاع 3 و 9 هو 3, خاطر 3 يقسم 3 و 3 يقسم 9. Donc he will take 3 stones from the heap. After his move, the heap has 6 stones left. Donc بعد ما هز 3 حجرات من ستون من الجبل هذاك قعدوا فيه 6. دونك لوجيك الحكايه 9 الا 3 تبقى 6. ب الادفيرسير بتاعو من بعد باش يهز الجريتست كومن ديفايسر اكبر قاسم مشترك نتاع 5 و 6 واللي هي تطلع 1. والحكايه هي لوجيك على الاخر. علاش؟ خاطر 5 is a prime number. ما نعرفش شنو تتسمى بالعربي, but it's is a prime number اللي هو عدد ما يتقسم كان على روحه وعلى واحد. دونك لوجيك على الاخر الحكاية اللي هو هز حجرك اهو from the heap. دونك after his move فما قعدوا 3 stones 5 stones left. دونك the next turn الدور الجاي باش يلعب سايمون. دونك سايمون باش يهز اكبر قاسم مشترك بتاع 3 و 5 و بيسكو هما زوز prime numbers. دونك باش يكون اكبر قاسم مشترك هو واحد. دونك بقاو اربع حجرات. الادفيرسير نتاعو في ان ذا نيكست تيرن باش يهز اكبر قاسم مشترك نتاع 5 و 4 كالعاده عن برايم نمبر. دونك اكبر قاسم مشترك باش يكون واحد. به ان ذا نيكست تيرن اكبر قاسم مشترك نتاع 3 و 3 اللي هو الدور نتاع سامر لهنا هو 3, خاطر 3 تقسم 3 و 3 تقسم 3. دونك لوجيك على الاخر الحكايه. دونك هز 3 حجرات من الجبل وقعد صفر في وسط الجبل. دونك لنا تجي الهنت اللي قالها هو لهنا سبيسيفيكلي هذيا. دونك الادفيرسير نتاعو توا الدور نتاعو شوت تيك جي سي دي اوف 5 و 0 لهنا ديجا عطانا اذا كان جي سي دي نتاع عدد وصفر راهي نفس جي سي دي نتاع صفر وعدد نفس العدد هذاك بيان سور راهي باش تعطيك العدد. دونك نورمالمون الادفيرسير نتاعو يهز 5 حجرات من الجبل وبويسكو الخمسة أكبر من الصفر معناها خاطر بقى صفر حجرات في وسط الجبل. دونك ما ينجمش هذاك علاش الادفيرسير نتاعو يخسر هنا. دونك سايمون يربح. باهي في ليكزامبل الثاني دونك عندنا واحد كل واحد فيهم باش يبدا يهز بحجر بحجر. دونك سايمون باش يبدا الأول. دونك لوجيكمون سايمون باش يهز توسكي ايفن والآخر باش يهز توسكي اود. دونك لوجيك على الآخر أنو الادفيرسير نتاعو باش يربح خاطر آخر حجرة باش يهزها الادفيرسير. دونك ديجا لهنا هاي مفسرة. In the second example, each player during each move takes one stone from the heap as n is even. Anti Simon اللي هو الادفيرسير نتاعو takes the last stone and Simon can't make a move after that. دونك لوجيك على الاخر الحكاية. باهي لان باش نحل كالعادة اني الاونلاين كومبايلر نتاعي خاطر I guess it was clear enough. دونك شنبدا نخدم لهنا طول سينو لنا كالعادة عندكم معناها 3 seconds break إذا كنت تحبوا تجربوا تخدموا كود وحدكم. دونك فازي باهي نكملوا مع بعضنا. دونك كالعادة باش نبدأ توسكي معناها ستاندريزي بالنسبة لي يعني باش نبدل اللايبرري اللي نخدم بها. ما نحبش نقعد نكلودي بالوحدة بالوحدة بالرغم إنه نعرف لهنا مانيش باش نستحق حتى لايبرري أخرى معناها اللي كانت موجودة الاي ستريم ديجا سي توتالمون سوفيزون بالنسبة لي. أما مش مشكل let's use the standards bit slash stdc++.h. باهي then فما حاجة ديجا ركزت فيها يعني بكري اللي هما ال variables متاعي أقل من 100. دونك يعني لهنا باش نكون محافظ شوية على الميموار متاعي. دونك باش ندكلاريهم en tant que short مش في نخدم بيان سور strings خاطر زايد ديكلاري A, B and N as short وباش نقراهم A, B, N
ان مش ام ب. then باش نمشي نعمل حاجة أخرى, باش نمشي نحضر الفانكشن متاعي. دونك باش نخدم بنفس البرنسيب اللي قاله هو, باش نعمل فانكشن اسمها جي سي دي باش تاخد شورت اي شورت بي. دونك باش كوبي هذايا باش نستحقو ب. دونك باش تاخد ا والبي هذي باش ترجع لي أكبر قاسم مشترك. دونك أسهل طريقة باش تحسب بها قاسم مشترك, باش تعمل وايل ا ديفيرون دو بي. دونك باش يبقى يعمل الحاجة هذه, إذا كان ا أكبر من بي دونك ا ينقصلها بي, وإذا كان البي أكبر من ا البي باش نقص منها ا تو سامبلومون. من بعد تخرج واحدة فيها. دونك من بعد باش نقول له ريتيرن ا ولا بي ما يقلقش هنا. باش نزيد حاجة أخرى في وسط الفانكشن بتاعي, باش نزيد حاجة متاع اوبتيميزاسيون اللي هي مثلا تنشوفوها من بعد. مثلا فما اكزامبل باش نستعمل فيهم الحكاية هذيك ب. باش نحط من الاول اذا كان لقى سي بون القاسم المشترك دونك خرجوا من الاول, ما تبقاش تلوج معناها برشا. بالرغم نعرف معناها العدد نتاعي ماهوش باش يفوت 100, اما ليتس معناها ميك ثينكس بيتر ب. دونك لهنا باش نقول له كان ال ا if ا ا مود ب ايغال ايغال زيرو دونك ريتيرن ب من الاول. اف ب مود ا ايغال ايغال زيرو ريتيرن تيرن ا من الاول. دونك مش لازم يبقى يبوكلي في هذاك الكل و سي بون معناها توفى غادي كي الفانكشن نتاعي ب. لان باش نعمل بوكل وايل سامبل على الاخر وايل ان exist n مازلت فيها number. دونك باش يبقى يخدم في حاجة ب. لنا باش نعمل زادة variable أخرى اسمها s. دونك s of type boolean باش تاخو false مش false ب. دونك باش نبدأ بحاجة سامبل على الأخر. أول iteration في وسط الوايل متاعي s إيجالا not s. دونك اس مش تاخو الفاريابل انفرسي نتاع اس ب. ومن بعد تشوف حاجة سامبل على الاخر اس تواني في الكورنت ستيت نتاع اس. اذا كان اس ان موان ايغالا جي سي دي نتاع ا فيرغول ان, اذروايز ان موان ايغال جي سي دي نتاع بي و ان. دونك نحط الاولى بعد الثانيه بعد الاولى doesn't really matter. بعد في الاخر نعمل سمبل تيست. اذا كان اس ترو دونك نورمال راهو التيرن نتاع سايمون. اذا كان التيرن نتاع سايمون دونك سايمون خسر خاطر سايمون ما دخلش في وسط البوكل. دونك سي اوت 1 ايرز اذروايز سي اوت 0 ب. اي جيس ذاتس اول فور ذا ايديا سي نو ب. ليت مي تراي سمثينغ لهنا ب. اللاين هذه تنفسرها من بعد علاش عملتها, اما لهنا خلينا جوست انتستيو الوحيد الموجودين ب. دونك شنعمل كوبي لهذيك شوفوا اسكو تمشي ولا سيبوزي تعطينا زيرو هذه تعطينا 1. دونك لنا فما غلطة في هذه. اذا كانوا التيرن تاع سايمون لازم نقلبهم يا اخي. I guess لازم نقلبهم ب. سايمون equals not سايمون. دونك سايمون شبدا اللول باش تنقص هكا. وإذا كان سيبوزي الترن تاع سايمون it doesn't make a lot of sense. أما I guess كيك ب. دونك في الاولى سايمون يربح وفي الثانية انتي سايمون يربح. ب مريكل ب. دونك شنعملو سبميت نتاعنا باش نرجع نزيدو نركزو اكثر في الكود شنو عملت بالضبط شنو ما عملتش.
دونك اكسبتت ب فما حاجه باش نبدا دير يعني اللي هذه عملها ليني هذه قلت لهم بسرها من بعض علاش ب فيرست اوف اتس سمثينغ معناها حاجه استنسنا بها في وسط السي اللي بدا معناها الكودي بسي لازم يعمل ديفينيسيون للفونكسيون هذه دونك حتى كي نحاها even though ها نحاها it's going to work the same way مش بعد الحكي خاطر السي بلس بلس is smarter than سي معناها فما حاجات يشلق بهم وحده مي حاجة معناها استنسنا بها دونك to make it even easier كي ديفيني فونكسيون من لوطا خاطر كوتي ليزيبيليتي ما تنجمش تعمل فونكسيون طويلة على الاخر لهنا دونك doesn't make a lot of sense لازم واحد كيف يقرا الكود نتاعك اول حاجة يقراها قدامه معناها يرى المين واضحة راهو عندك مين غادي كي هذيك هي البروغرام برينسيبال نتاعك بي دونك باش تقول له لهنا راني عامل ديفينيسيون تاع حاجه اسمها جي سي دي ليتر اون معناها تلقاها في الكود من اللوطه ماكش تلقاها تو لهنا الديفينيسيون مي راني هاني هذيك كيما نقولوا ما نعرفش يعني كيما نقولوا باث ولا راهو عندك فونكسيون اسمها جي سي دي تلقاها من بعد اذا كان لقيتها في وسط الكود وما عرفتهاش راهي موجوده راني كاتبها من اللوطه ما تبقاش لوش بي عامل من الاول variable boolean ال variable boolean هذه شنو باش تعمل each time باش تستي اسكو turn نتاع سايمون ولا لا دونك اذا كان turn نتاع سايمون دونك باش يمشي يعدي الجي سي دي هذيك واذا كان ماهوش turn نتاع سايمون دونك يمشي يعدي الجي سي دي الاخرى دونك يعمل ال greatest common divisor نتاع الاخرى دونك لوجيك على الاخر لهنا علاش معناها لنا ديجا فما شكون نربح خاطر لهنا اذا كان الان نتاعك باش تولي زيرو which is which makes a lot of sense معناها من الاخر خاطر الان نتاعك باش تبدا تونكس 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 لين تولي زيرو ما تطيحش نيجاتيف سي امبوسيبل ان تطيح نيجاتيف باهي دونك اذا كان باش تولي غادي كي زيرو دونك سي بون معناها اخر واحد لعب التيرن هذاك هو اللي ربح دونك بالنسبه لي اذا كان سايمون هو اخر واحد لعب التيرن غادي كي ما عاودش دخلت في البوك الوايل نتاعي سيكولوجيك معناها هو ربح واذا كان معناها العكس اذا كان مش هو اخر واحد دخل البوك الواير او دخل معناها الادفيرسير نتاعو دونك الادفيرسير نتاعو ربح ب دونك ذاتس فروم ا سايد فروم انذر سايد خدمت ببرنسيب كيما خدم هو في وسط البروبليم اللي هو عامل حاجه فانكشن اسمها جي سي دي دونك بالنسبه لي الفانكشن جي سي دي هذيك اوليو اني باش نكتب هذا الكول اللي كي باش نكتبه لهنا دونك اي ميد ات ايزير اني نادي فانكشن وتبدا حاجه مور ليزيبل باه حاجه نجمو نقراوها بلو ليزيبل بلوتو باه دونك حاجه اخرى اني قلت عملتها كوتي اوبتيميزاسيون قلت نرجع لها من بعد خاطر محطوطه حاجه في اكزامبل دونك لهنا عندنا الستيبس نتاعهم اللي هما 1 و 1 والجبل فيهم ي معناها تصور انت اشاك فوا باش تبقى تنقص باش نقص للا والبي اللي هما مثلا مش يكونوا لهنا الا والان معناها واحد ومية باش نقص تقعد اشك فوا نقص لها بالكعبه بالكعبه معناها لهنا باش تاخو ان موا ايغال ان موا ايغال ا معناها باش تعمل مثلا 100 نقص لها واحد ومن بعد 100 نقص لها واحد ومن بعد 100 نقص لها واحد باش تقعد معناها الايتيراسيون هذيك باش تخدمها برشا مرات دونك باش تاخو برشا وقت هذاك علاش قلت نعمل اون فاسون دوبتيميزي معناها فاز باش نوبتيميزي من الاخر دونك قلت له من الاول اذا كان تلقاها واحدة تقسم الاخرى ولا العكس دونك خرجهم لي من الاول المدير ما تكمل تشوف شنو فما في الفانكشن هذه سينو ذاتس ماي ايديا ما نعرفش اسكو خممت كيفي ولا اذا كان فما حاجه مش واضحه اذا كان عندكم انذر ايديا اذا كان فما اي حكايه مش واضحه كومنت بلو اذا كان عندكم انذر ايديا سينو هوبفولي وي سي يو ان تو ذا نيكست فيديو